ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. ده فيديو كده خفيف وسريع، لسه مستلمه الاوردر اللي انا كنت طالباه من ايفا. هوريكم كل الحاجات اللي انا اشتريتها، في حاجات لسه هما منزلينها جديد على الويب سايت، فانا قلت كده اما اجيبها واشوف كده هتبقى حلوه ولا لا. ده بيبقى شكل البوكس. المفروض ان هما عاملين الشيبينج فري او الشحن فري لما تشتروا ب 600 جنيه، والميزه عند ايفا ان هما كل شويه تلاقوهم بينزلوا منتجات جديده، فهتلاقوا كل شويه ان انتوا عايزين تشتروا الحاجات بتاعتهم. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر. يلا بينا نبتدي. يلا بقى بسم الله كده نفتح البوكس. انا عندي هوس عامه بفتح البوكسات، احب ان انا كده ايه افتح بوكسات اوردرات بقى وحاجات كده. فخلينا نفتح ده مع بعض. اي ثانيه واحده، في حاجات كانوا لسه منزلينها جديد اشتريتها، وعايزه اقول لكم ان معظم الوقت هتلاقوا الحاجات عندهم اصلا اوت اوف ستوك وعلى طول خلصانه، مش فاهمه ايه السبب. فلما بينزلوا حاجه جديده بحب الحق اشتريها قبل ما تخلص. وعايزه اقول لكم كمان ان انتوا لو انتوا مش عايزين مثلا تعملوا اوردر ب 600 جنيه عشان تاخدوا الشحن فري مش عارف ايه، وعايزين تشتروا قطع صغننه كده معينه، ممكن تروحوا تشتروها على طول بقى من على نون مثلا ولا حاجه كده يعني. خلينا بقى نبدا. بصوا هما جايبين حاجات متبرشمه كده. ده الغسول بتاعهم بتاع الفيتامين سي اللي هما لسه منزلينه جديد. بصوا شكله، متحمسه قوي ان انا اجربه، وانا شاريه كده كنت متحمسه ان انا اجربه. مش عارفه بتحبوا الحاجات المتفرقعه دي ولا لا. بصوا ده شكل الغسول، هو نفس الشكل بالظبط بتاع السيرم بتاع الفيتامين سي بتاعهم، وفي بقى فرشه كده اللي هي زي كده دي. ما اعرفش بقى هستخدمه واقول لكم كان حلو ولا لا. المفروض ان هو فيشل ووش اند اكسفولييتر، ما اعتقدش ان هو هيبقى جواه اي حاجه غير ان هو غسول ما فيهوش حبيبات، لكن هما كاتبين عليه ان هو بيكسفوليت وكده عشان خاطر السيليكون برش الموجوده هنا، ده لو هي كانت سيليكون يعني. اما افتح كده اشوف اقول لكم. كنت جايبه كمان، كنت جايبه بقى حاجه كنت متحمسه لها قوي، وعايزه اعمل لكم فيديو كامل اوريكم ايه الحاجات اللي انا ناويه اشيلها للجواز بتاعي في البرفيومز واللوشنز والحاجات دي. بس اتقالوا يعني اللوشن بتاع سامر تويست، للي مش عارف انا بعشق الريحه بتاعت سامر تويست تحفه فظيعه، بس كان عندي مشكله مع البودي سبلاش بتاعهم ان ما بيثبتش. ريحته تحفه جدا فظيعه، بس ثباتها كان صفر. وزي ما قلت لكم ايفا عندهم مشكله ان هم بنقعد نشكر في الحاجه ونقول انها حلوه، وهتلاقوا بلوجرز كتير بيتكلموا وانفلونسرز كتير بيتكلموا ويقولوا ان الحاجات حلوه، وبعد ما الناس تشتريها تبقى الحاجه وحشه. فلما ناس كتير قعدت تتساءل ليه ده بيحصل، فتقال بعد كده مش بس من شركه ايفا، من شركات كتير، ان الناس لما بيبقى في ضغط او طلب كبير على الحاجات بتعمل باتشات بقى مختلفه. الباتشات المختلفه دي مش بالضروره تبقى للاسف نفس الكواليتي، ودي مشكله عندنا في مصر ان الكواليتي كنترول مش حلوه. فانا نفسي اشتري المنتج كل مره الاقيه هو هو، فما بالكم ان لو حد مثلا بيطلع يقول على منتج حلو الناس اشتريته بعد ما هو قال ان هو حلو، في الاخر لقوا المنتج ده مش حلو زي ما هو بيقول. ف ايه بقى، فانا لسه هجربه واشوف هل ريحته حلوه، هل ريحته كبادي لوشن بتغير ولا لا، هل لما استخدمه مع البادي سبلاش بتاع سامر تويست هيثبت ولا لا، كل ده هنكتشفه سوا مع بعض. كنت جايبه كمان واحد بقى كنت متحمسه له قوي، اللي هو جولد سبيل. ده احلى ريحه بالنسبه لي في كل الحاجات بتاعت ايفا، لان هو بالظبط ليه بديل في باث اند بودي وركس. كنت قلت لكم عليه قبل كده، هعمل لكم فيديو بتاع البدايل بس مش هقول لكم هو بديل لايه دلوقتي. ريحته خطيره، ريحته خطيره، يا رب بس تكون ريحته مش بتغير اول لما بنستخدمه على الجسم ويكون ترطيبه حلو، لان ايفا منزلين حاجات كتير قوي الفتره الاخيره وبصراحه كانت عجباني، فعلى امل ان دول كمان يعجبوني. في كمان بقى حاجه عملت لها ريستوك، اللي هو الماسك بتاع الشعر. كان نازل بسعر كويس مع انه غالي اصلا. بصوا انا مشكلتي معاه كميه مش موازيه للسعر، يعني انا بدفع السعر ممكن ادفعه في حاجات ثانيه تديني كميه اكتر. بس خليني اقول لكم ده من احلى. هو صغر ولا ايه؟ حجمه صغر عن العادي ولا متهيألي؟ بقالي كتير قوي مشتريتوش. ايه يا جماعه، حجمه صغر ولا متهيألي؟ حاجه غلط. هو كام جرام دلوقتي؟ لحظه واحده كده نبص. هو راح فين؟ عامة اللي معايا ده بالصبار، الصبار وكلهم عامة شبه بعض بنسبة كبيرة، 250 جرام تقريبا زي ما هو. مش فاكرة اللي فات كان دايما بشتري 250 جرام ولا لا، يبقوا قولوا لي، مش فاكرة. مش فاكرة ده سعره كان كام بصراحة. المهم يعني الأوردر كله كان ب 625 جنيه. ف عملت كمان يعني اشتريت واحدة تانية، قلت اشتري اتنين لأن أنا أصلا نادرا لما بلاقيه، وبلاقي إن هو على طول خلصان من كل حتة. فافتحوا الويب سايت والحقوا اشتروه بقى بسرعه. اللي معايا ده ببروتينات الزبادي والصبار، كلهم بالنسبه لي واحد. على فكره يا جماعه بجد حجمه صغر، انا حاسه ان هو حجمه صغر، في حاجه غلط.
انا لازم ابص عليه. لا ثانيه هبص عليه واكمل تصوير. غالبا طلع هو وانا اللي كان متهيألي. المهم بعد كده اشتريت، منزلين مجموعه للشعر جديده. مشكلتي مع ايفا طول النهار ينزلوا حاجات للشعر ومش دايما كلها بتبقى حلوه، معظمها بيبقى شبه بعضه. بس لقيت عندهم مجموعه لتساقط الشعر كده منزلين منها للاطفال وللكبار، ومنزلين حاجات اجدد كمان من اللي انا شارياها، بس دي اخر حاجات انا اشتريتها. وكان في حاجات تانية اشتريتها كنت عامله عنها ريفيو بالفعل، مش عارفه اطلعه استنى كده، بس هو بلسم المفروض. عايزه اوريكم شكله محشور، مش عارفه اعمل ايه. تحبوا الطريقه دي؟ بحبها بصراحه. انا خايفه ان انا وانا بطلعه الاقي ان هو باظ كده واتبهدل. بصوا شكله، تحس ان هو حاجه غاليه ومصروف عليها كده. يا رب يطلع حلو بصراحه، هنبسط قوي. بصوا يا جماعه شكله خطير، بالكاستر اويل والرايس ووتر. ودي حاجه هتقلق شويه عشان حاسه ممكن ما يجيش على شعري، بما انه في ميه رز، عشان ميه رز بتعلي بروتين وانا شعري اصلا بروتينه عالي، فمش متفائله بس هجرب واقول لكم. ده المفروض نوع الشعر التالف، وده انا فاكره كان سعره 160 جنيه وخالي من السلفيت والسيليكون والباربنز. وده شكله، هنشوف بقى حلو ولا لا. لينثنينج كونديشنر، مش المفروض انه يطول الشعر، سواء مش هيطول الشعر يعني، فمش هحط امل على حاجه زي دي. بس كده دي كانت الحاجات. قولوا لي يا جماعه هل فعلا انا متهيألي ولا هم غيروا شكل العلبه؟ هجرب بقى الغسول وهجرب الحاجات دي كلها وهقول لكم، هعمل لكم زي ما اتفقنا فيديو هقول لكم ايه الحاجات اللي انا هشيلها للجواز بتاعي من حاجات البشره والشعر والكلام ده كله. مش بحب الحاجات اللي هي حلوه، فمش عارف ان انا اتخطبت يعني، لسه ما لبستش الدبل والحاجات. احنا اشترينا الشبكه بس لسه ما لبستهاش بصراحه، بس اكيد هصور لكم لما اجي البسها، لسه بقى بنصلي عليها وحاجات كده يعني. بس يعني ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. اعملوا لي بقى فولو على الانستجرام، عشان انستجرام بنزل عليه حاجات كتير قوي واخبار عن حياتي اكتر يعني. لو واحد مهتم يعني، انتوا مهتمين بحاجه عن حياتي هتلاقوني بنزل حاجات عن حياتي. بس كده اشوفكم الفيديو اللي جاي. بكملت الحاجات الجديده اللي انا كنت مجربها يعني من ايفا، اللوشن بتاع اوبتيمم كير ريسيبي تمام، بس ده ما كنتش جايباه يعني في نفس الاوردر. المفروض ان ده بريحه الخوخ، وهو ريحته فعلا حلوه جدا. انا جربته بالظبط 3 4 مرات وكان ممتاز. لسه بقى عايزه اشوف هل ده يعني، هل الاثنين دول هيبقوا حلوين زي ده ولا لا. اللوشنز اللي عاملينها في المجموعه دي اغلبها ريحتها فواكه، للي بيحبوا ريحه الفواكه. الناس بقى اللي بتحب الروائح اللي هي شبه بتاعه باث اند بودي وركس والحاجات دي، هجرب لكم اللوشنز دي واقول لكم يعني انهي كانت الاحلى. وطبعا عذرا لل ملايه بتاعت سبونج بوب دي، كاننا مش شايفين حاجه، وهعمل ريفيو واجرب كده واقول لكم.